بن سعيد الحريري، إذن على بركة من الله وتوفيق أعلنت انطلاقتي وتحديات شوطنا العشرون من تعداد أشواطنا لهذا الصباح في ثالث أيام انطلاقي وتحديات مهرجان سيف أمير البلاد المفدى لعام 2023 عام 2024، حيث نأتي لهذه التحديات. انطلق على بركة الله هذا الشوط الذي يضم نخبة من القعدان الأصائل، نخبة من القعدان الأساطير والشعارات العملاقة التي جاءت بالأحلام والأمنيات. هنا أبدأ مع مقدمة الأسماء لكي أتابع من يحتل الصدارة وينطلق على مقدمة الشوط. في هذه اللحظات يتقدم على المركز الأول السلطان، السلطان 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 وبن حبتور من يتقدم ويقدم لنا السلطان عبد الله بن حمد بن عبد الله بن حبتور العامري، مقدما لنا شعاره ومقدما لنا انطلاقة السلطان على المركز الأول. المركز الثاني أتابع القدوم والحضور من قبل شاهين لمبارك بن سعيد بن علي المنصوري، من يقدم لنا انطلاقة شاهين على مستوى المركز الثاني. المركز الثالث أجد الوصول والحضور من قبل الفارس، من يصل ويغير على مستوى المركز الثاني. محمد بن سعيد بن سلطان الاكتبي مقدم لنا الفارس وانطلاقة الفارس ليغير إلى المركز الثاني. المركز الرابع أجد الوصول، أجد الانطلاقة والحضور من قبل الأسماء الواصلة، من قبل الشعارات الحاضرة والمتواجدة. وصل في هذه اللحظات هملول، هملول من يتقدم لخليل بن ناصر بن منصور الشهواني، مقدما لنا انطلاقة وتحديات هملول. بينما المركز الخامس الانطلاقة والحضور في هذه اللحظات من قبل ملبي مسري بن سالم بالعرط الحميري، مقدما لنا ملبي وانطلاقته، ملبي وشعاره على المركز الخامس. هكذا هي النتيجة وهكذا هو النداء للخمس الأسماء الأولى، للخمس المراكز المنطلقة الباحثة عن هذا الانتصار الكبير، الباحثين عن هذا الانتصار المشرف والغالي والثمين على قلوبهم. وما بعد الخمسة ياهي من أسماء يا أخواني، ياهي من شعارات، كم من هائل وسيل جارف من الشعارات والقعدان حيث تأتي من أجل هذا المهرجان. وهنا من أجل هذا المهرجان الكبير والانتصار الغالي على قلوبهم، العودة إلى مقدمة الشوط، إلى من غير مجريات الأمور، إلى من غير صدارة الشوط. غير الشهواني، غير وانطلق بانطلاقة شعار خليل بن ناصر بن منصور الشهواني، من يقدم لنا هملول. ولكن الوصول والحضور والانطلاقة مع هنا شاهين ناصر بن عبد الله بن سعيد الدرعي، من انطلق وغادر، من انطلق وغير في هذه اللحظات. والمركز الثالث وصل هنا وانطلق غرو، من يتقدم غرو في هذه اللحظات أو هنا يتحرك فيصل، يا فيصل بخيت بن محمد بن بخيت الجربوعي المري. المركز الثالث هملول بشعار الشهواني. المركز الرابع وصل في هذه اللحظات وتحرك معاند، معاند معاند معاند، والوصول
الجول من شعار الزعبي ليقدم لنا مغادر حمد بن عبد الله الزعبي، ولكن العودة وين؟ العودة إلى شعار، العودة إلى شعارك يا الدرعي. أو هنا لافي 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 لافي، هنا يتحرك حمد بن يعروف بن سهيل بن مرخان الاكتبي مقدما لنا لافي على المركز الأول. المركز الثاني شعار الجربوعي يتحرك ويصل في هذه اللحظات مع فيصل الأمتار الأخيرة، الأمتار الفاصلة. والمركز الثالث هملول بشعار الشهواني. المركز الرابع مغادر حمد بن عبد الله الزعبي مخوف يصل في هذه الأمتار في الأمتار الأخيرة، ولكن يا بن يعروف يا بن يعروف روح روح الانتصار ينادي. الله 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 الله، حمد بن يعروف بن سهيل الاكتبي مقدم لنا لافي. الفيصل 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 والأمتار الفاصلة يا الجربوعي. بخيت يا بخيت 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 بن محمد بن بخيت الجربوعي المري طار، طار بالانتصار، طار بالسلامات. سلام 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 يا راعي الفيصل، سلام. فيصل هو البطل في هذا الفوز في هذا الشوط والانتصار، تهانينا والناموس. المركز الثاني وصل لافي لحمد بن يعروف بن سهيل بن مرخان الاكتبي. المركز الثالث هملول لخليل بن ناصر بن منصور الشهواني. المركز الرابع كان الحضور مع المركز الرابع لافي لأحمد بن سعيد بن منانة الاكتبي. المركز الخامس وصل على المركز الخامس مغذي لعلي بن حمد الزرعي. إذن تهانينا والناموس لمالك فيصل بخيت بن محمد بن بخيت الجربوعي المري على هذا الفوز والانتصار الكبير والمستحق. 7 دقائق 32 ثانية و19 جزءا من الثواني. تهانينا والناموس. بينما جاء في المركز الثاني لافي لحمد بن يعروف بن سهيل بن مرخان الاكتبي. 7 دقائق 34 ثانية 36 جزءا من الثواني. بينما جاء في المركز الثالث هملول لخليل بن ناصر بن منصور الشهواني. 7 دقائق 36 ثانية و17 جزءا من الثواني. تهانينا والناموس لجميع الفائزين.